بالتأكيد في حد نصحك قال لك حاول تسافر الإخوان هيحبسوك سفرك بهذا الشكل؟ لا صدقني حضرتك ما فيش مخلوق رسمي كلمني خلاص، وأنا صادق فيما أقول، فيش مخلوق رسمي كلمني. بالعكس بالعكس، أنا قلت للمشير لأن أنا رحت زورته بعد النتيجة بيومين، يوم الثالث مثلا رحت زورته، فدخل قعدنا سوا وإيه الأخبار وش الأخبار، وقال لي سيد المشير قال لي إيه أخبار النتيجة في الشارع يا حم؟ قلت له والله النال الجمهور اللي مش راضي بيحمل اللجنة تبعات ما تم من أخطاء لجنة الانتخابات. قال لي يعني الناس شايفة ان اللجنة اخطأت. هذا نص رد المشير عليه.